من ذهب عبد الى حفيظي، كان القوه ديال عادل الشاذلي في التمريرات ديالو الحاسمه. عبد الى حفيظي في المكان المناسب يؤكد تألق ديالو في بدايه هذا الموسم ويسجل الهدف الاول لفائده فريق الرجاء البيضاوي، وفرحه للطاقم التقني ولمحمد فاخر. وكذلك يوسف القضيوي تمريره جميله وراسيه لم تترك اي حظ للحارس خالد العسكري، لدخول بعض الجماهير لارضيه الملعب. تمنوا بانه المباراه، لانه المباراه تمر